كان حاضر معنا عبر الهاتف سعادة سفير تونس ببيروت السيد براوي ليمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك سعادة السفير. أهلا تونس وأهلا بفيروز، مرحبا بكم. مرحبا بك، نورتنا سي براوي، مرحبا بك نورتنا. تحية ليك، تحية لكل أهلنا في لبنان. خلينا نطمنوا على الجالية التونسية غاديكا، نعرفوا فما جالية غاديكا في لبنان، نطمنوا آخر الأنشطة اللي قمتوا بها لو تسمحوا، تفضل. شكرا شكرا. أولا يعطيك الصحة، أنا حبيت نشكرك ونشكر التلفزة الوطنية على الشراكة القائمة بينكم وبين وزارة الخارجية من خلال إدارة الإعلام، من خلال هالبرنامج هذا اللي يبرز يعني كل أنشطة سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج، يبرز الحركية الكبيرة اللي تشهدها الدبلوماسية التونسية، وهذا حقيقة معناها مبادرة متميزة، ونشكركم على تفاعلكم وعلى دعمكم. بالنسبة للجالية التونسية في لبنان، تعرف احنا نعيش في بلاد جميل، ومعنا تجمعنا به علاقات جد متميزة وتاريخية وكبيرة طبعا. ولكن أيضا بلد يشهد ظروف صعبة واستثنائية. معنا تعرفوا أنه احنا في منطقة سخونة، فهذا متطورات كبيرة وفيها أخطار كبيرة، ولكن الجالية التونسية الحقيقة أدت كثير من المسؤولية، والعلاقة بينها وبين الباقة علاقة مستمرة ومتواصلة، نتابع في الأحداث، نتابع في التطورات، نحاول نحرصوا على أنه معناها نوضع الخطط اللازمة لكل السيناريوهات، لكن في المقابل ورغم هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، فإنه هذا ما منعناش لأنه نقوم بعديد من الأنشطة في علاقة بالجالية التونسية أو في علاقة ببلد الاعتماد، يعني شرائح الكل، الإعلام، الثقافي، الجانب الاقتصادي، التجاري، السياسي. الجالية التونسية احنا ننطلق في علاقتنا بها من رؤية الوزارة اللي تعتبر أن التونسيين والتونسيات في الخارج وخاصة الكفاءات منهم شركاء في خدمة صورة تونس ومصالحها، وإن شاء الله معناها هذا المفهوم يتطور أكثر ونبحثوا فيه اكثر عن مناسبه المنتدى الوطني للكفاءه التونسيه الخارج اللي مش يتم ان شاء الله في الصيف القادمه. وبالتالي العلاقه لا تقوم فقط على تقديم الخدمات الاداريه وخدمات الحاله المدنيه، هذا دور هام وحارسين كوزاره معناها على تحسينه وتطويره، لكن في المقابل احنا مثل ما قلت لك من الاول انه هالرؤيه الشراكه تقوم على ثلاث حاجات، هذا ما نحرص عليه كل البعثات، ونتحدث باسم البعثه في لبنان، انه ندعموا كل انشطه، نقوم بانشطه موجهه للجاليه اخذا في الاعتبار خصوصياتها وتركيبتها وبلد الاقامه، وكذلك معناها نقوم معناها بدعم كل الانشطه اللي يقوموا بها ويبادروا بها ابناء الجاليه التونسيه، واكثر من هكا نحاول نشاركوا الجاليه نتاعنا والكفاءات التونسيه الموجوده هنا في كل الانشطه وكل التظاهرات اللي تقوم بها البعثه، فيساهموا مساهمه كبيره في انجاحها. اخر نشاط قمنا به باش نبداو ما نطولش عليك، هو بتزامنا مع اليوم العالمي لحريه الصحافه، الحقيقه حرصنا باش نستغل هالمناسبه هذه، نظرا تعرف للدور الكبير والهام بين الدبلوماسيه والاعلام، كنت نتحدث برنامجك يعني ترجمه لهالدور، العلاقه العضويه ما بين الدبلوماسيه والاعلام، يعني حرصنا باش نجمعوا تقريبا مجموعه كبيره من الاعلاميين، تقريبا حوالي 80 اعلامي وصانع محتوى لبناني كانوا موجودين معنا في مقر الاقامه في بيروت. كانت الغايه الاولى انه نشكرهم على لانهم تقريبا اغلبهم اصدقاء، وتعاملنا معهم كبعثه من خلال حوارات، من خلال معناها برامج تلفزيونيه اذاعيه، مقالات في الصحافه. هام جدا قلنا انه نجمعوهم باش نوجه لهم تحيه ونشكرهم على دورهم وعلى دعمهم وتعريفهم تونس بارثها الثقافي، وايضا للتعريف انهم ساهموا في التعريف بالموروث الثقافي والحضاري المشترك بين تونس وبلد الاعتماد اللي هي لبنان، تعرفوا علاقاتنا التاريخيه وكبيره معهم. لذلك كانت فرصه نوجه لهم التحيه. كانت فرصه ايضا انه تعرف مثل ما قلت لك من الاول احنا نعيش في منطقه سخونه وعرفت معناها فهمتي تطورات خطيره وكبيره، انه نوجه تحيه كبار للاعلام الفلسطيني والاعلاميين وصناع المحتوى الفلسطينيين اللي ضحوا بالغالي والنفيس حتى يوصلوا الصوره الحقيقيه لبشاعه الاحتلال والصوره الحقيقيه للقضيه الفلسطينيه، ونجحوا رغم الدماء اللي سالت معناها نجحوا في الهدف هذا.
كانت ايضا مميزه لانه واجهنا تكريم خاص لوزير الاعلام لانه تربطنا به علاقات صداقه متينه وساهم ولم يدخر اي جهد لدعم العلاقات الثنائيه. كما قلت لك تقريبا هذا النشاط الحقيقه لقى تغطيه كبيره واسعه من وسائل الاعلام اللبنانيه المرئيه والمسموعه والمكتوبه وخاصه وسائل التواصل الاجتماعي. تقريبا هذا النشاط يعني الهدف منه اللي قمنا به مؤخرا، وللتاكيد مره اخرى مثل ما قلت لك للعلاقه الهامه والعضويه ما بين الدبلوماسيه والاعلام، الدبلوماسي في حاجه للاعلامي والاعلامي ايضا في حاجه للدبلوماسي خاصه في مناطق كما قاعدين نتحدثوا تشهد تطورات كبيره. ما نعرفش اذا فما سؤال اخر قلته لي سيده الفا. عفوا اخر جمله معاك نسمع فيه. قلت لك فما سؤال اخر طرحته عليها؟ لا سمعنا تقريبا كل شيء من خلالك سعادة السفير، مشكورين جدا على مداخلتك معنا، حابين نطمنوا عليكم مع الجالية، نتابعوا معاكم اليوم العالمي لحرية الصحافة بعد قليل تشوفوا الروبورتاج. إذا أنت تحب إضافة مرحبا بك تفضل. أي بالحق نحب إضافة، أحب نأكد على اللي قلته من الأول على التعاون ما بين ابناء الجاليه التونسيه، التونسيين والتونسيات المقيمين في الخارج، ولا نتحدث على لبنان هنا والسفاره، مثلا التظاهره اللي كنا نتحدث عليها ساهموا عديد التونسيات والتونسيين ساهموا في اثرائها من خلال مثلا احنا من امن التغطيه نتاع او تقديم هذه التظاهره كما نقولوا احنا الماتر معاه ماتر دو لا سيريموني كانت الاعلاميه التونسيه متميزه عبير الذوادي تخدم في معناها في مؤسسه اعلاميه كبيره هنا في لبنان، كان هناك شاب وطالب تونسي قدم مداخله معناها بينت حماسه الشباب وتمسكوا بالقيم، كان هناك شاب تونسي فنان محمد دليغانا احيا التظاهره بوصلات موسيقيه تونسيه متميزه. أيوة. كان هناك من غطى التظاهره هذه اعلاميا او بالصوره وبالفيديوهات تونسيه ايضا تونسي فاطمه الضيفي مخرجه، ايضا زينا الحديقه التونسي او دار تونس بلوحات فنيه من رسامات تونسيات. أي. يعني حبيتها تكون تجربه مثاليه للتعاون بين البعثه والتونسيين الموجودين هنا، وهذا فقط مثال لانه ممكن نعطيك عديد الامثله اللي قمنا بها في علاقه بالطلبه في علاقه بالكفاءات التونسيه الموجوده هنا. هذا مثل ما قلت لك هذا يندرج كله في اطار رؤيه الوزاره بدعم معناها من الوزير، وحارسين ان شاء الله باش تكون العلاقه هذه ما بين البعثات وما بين الجاليه لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات وانما تمر الى الشراكه الفعليه في خدمه صوره تونس ومصالح تونس. طبعا شكرا لك سعاد سفير تونس في لبنان نسيب بوراوي ليمان، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. تحيه من خلالك لكل السفراء اللي قاعدين يدخلوا معنا من خلال برنامج اهلا تونس ويقدمونا في الانشطه اللي قاعدين يقوموا بها، شكرا على المجهود اللي قايمين به، وتحيه من خلالك لاشقائنا في لبنان، ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي ينصركم ويبقي عليكم ستر ان شاء الله، وان شاء الله نهارك مبروك. سعيد جدا باستقبال هذا الجمع المتميز من الاعلاميات والاعلاميين وصناع المحتوى من اجيال مختلفه واختصاصات متعدده في دار تونس ببيروت. اردت اليوم معكم ان نغتنم احياء اليوم العالمي لحريه الصحافه لنستذكر سويا تضحيات هؤلاء الابطال، ولاوجه جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب او من بعيد في التعريف بتونس وبرصيدها الحضاري والثقافي ومزاياها الاقتصاديه والسياحيه. هيدي مناسبة اني حيي شهداء صحفيين بفلسطين اني تعدوا ال 160 شهيد، ولبنان اكيد كان له نصيب بثلاث شهداء. تونس من ايام الله يرحمه الحبيب بورقيبه كانت معروفة بحرية المرأة، حرية التعبير، يعني كانت بلد شوي هيك متقدمة أكثر عن الآخرين.
من هنا وبمناسبة ذكرى أول شيء يوم العمال وبمناسبة حرية الصحافة وبكل هذه المناسبات أتوجه بتحية إجلال وإعزاز وتقدير لهذا البلد الذي له في قلوبنا الكثير الكثير، وكيف نشفى من حب تونس. لقاء كان جميل بحضور وزير الأعلام اللبناني اللي بنشكره جدا على يعني على مشاركته ورعايته هذا الحفل، وكانت لنا فرصة أيضا أن نقدم له رسالة شكر من خلاله هو لكل الإعلاميين والإعلاميات اللبنانيين اللي ما قدموه للعلاقات التونسية اللبنانية.